لا يزال الغليان يسيطر على عدد من الجامعات التي اختار طلبتها الدخول في حركات احتجاجية، منددين بسوء الخدمات الجامعية بالرغم من صدور قرار وزارة التعليم العالي بإلزامية كافة المؤسسات الجامعية باتباع البروتوكول الصحي الخاص بالوقاية من فيروس كورونا، إلا أنها في الواقع مجرد حبر على الورق. الذي كان ينتظر فيه الطلبة بعد العودة الحضورية إجراءات استثنائية، يتفاجأ الطلبة بإجراءات أقل ما يقال عنها أنها إجراءات كارثية أو دون المستوى، وهذا ما يفسر يعني انتفاضة الطلبة في عديد من الولايات، والعينة من ولاية سيدي بلعباس التي انتفض فيها الطلبة ضد الخدمات الجامعية المتردية، وهذا يجعلنا نتحدث عن الخدمات الجامعية بصفة عامة بعد هذا الدخول الذي أثبتت حقيقة فشلها. بروتوكول صحي غير مطبق وتسجيل تراخي في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، هذا ما أكده ذات المتحدث. لا الحافلات كان فيها تباعد اجتماعي ولا الإقامات الجامعية، نجد الآن حاليا في هذا الوضع 4 أو 5 طلبة في الغرفة الواحدة، إذن كل الإجراءات كانت إجراءات شكلية بعيدا عن الواقع الذي يعيشه الطالب والذي أدى به إلى الانتفاضة والخروج للشارع للمطالبة بحقوقه في هذا الوضع الاستثنائي. تحسين الخدمات الجامعية والتطبيق الفعلي الصارم مطلب أساسي يتوقف عليه استقرار الأوضاع. مطلب الطلبة واضح هو أن تكون ما يقدم من طرف الوزارة من تعليمات وفي البروتوكول الصحي أن يجسد على أرض الواقع، لأن حالة الإقامات الجامعية كارثية، تطبيق البروتوكول الصحي تقريبا منعدم تماما، الاتحاد العام الطلابي ومن ورائه الجماهير الطلابية يطالب بإعادة النظر ومعالجة المشاكل المرفوعة إلى الوزارة الوصية في أقرب فرصة. الغريب في كل هذا أن تصدر وزارة التعليم العالي تعليمة للتكفل النفسي بالأسرة الجامعية في الوقت الذي تنعدم فيه كل الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسمح للطالب بمزاولة الدراسة والأستاذ من أداء مهامه، خاصة وأن الدخول الجامعي على الأبواب.